أهل النار لهم أماني؟ لهم أماني. الأمنية الأولى بعد العذاب هذا الطويل يتمنون أمنية من الله. أول أمنية لهم، شوف عندهم أربع أماني، اسمع إلى أماني أهل النار. الأمنية الأولى يطلبونها من الله، إيش هي يا شيخ منصور؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يبغى الخروج، يطلبها من الله. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. شايفين يا شباب؟ يبغى يخرج فيرد عليها الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعد هذه الأمنية والطلب من الله ييأسون من روح الله، خلاص يجي عنده في قلب قنوط ويأس انه خلاص مستحيل ما راح يخرج. يتوجهون بعد هذه الأمنية يطلبون أمنية ثانية، بس ما يطلبونها من الله، يطلبونها من مالك عليه السلام خازن النار. يبغون مالك يشفع لهم عند الله انهم يموتون في النار. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه الأمنية كم؟ يبغون يموتون ما في موت. يأسون من مالك يروحون يطلبون أمنية وطلب ثاني من خزنة النار، الملائكة الباقين غير مالك يطلبون منهم هذا الطلب. إيش يبغون؟ والله أمنية عجيبة، آلاف آلاف السنين وشوفوا الآن إيش يبغون. وقال الذين في النار اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، والله يا اخواننا من اسمع في النار احس انه في وسط النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا فادعوا، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبغون تخفيف يوم واحد والجواب ايه؟ ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. يعني لو تدعي من هنا إلى ما لا نهاية ما راح يستجاب لك وانت في النار. إذا دخل أهل النار النار دعاءه غير مستجاب. ثم الآن بعد ما طلبوا التخفيف يوم واحد ينتقلون لأمنية رابعة. الرابعة تدرون يطلبونها من مين؟ أمنية والله العظيم لما تعرف هذه الأمنية يزداد خوفك من النار وحرصك على الجنة. هذه الأمنية أهل النار يطلبونها، أمنية بسيطة سهلة. يطلبون أهل النار يوم القيامة يطلبون أسهل شيء في الدنيا، يطلبون من أهل الجنة، يتمنون لحي خلاص طلبوا من الله اخسأوا فيها، من مالك إنكم ماكثون، من خزنة النار ادعوا. الآن يتوجهون إلى أهل الجنة يطلبون من أهل الجنة طلب. والله الطلب عجيب، الطلب يزداد يخلي الإنسان يزداد خوف من هذه النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الكافرين محرم عليهم؟ الكافرين اليهود والنصارى؟ لا. طيب مين؟ الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ضحك عليهم. فاليوم ننساهم في النار. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبغى الحل يا شيخ نايف. والله نبغى الحل. الحل بعد هذه الآية. ولقد جئناهم بكتاب القرآن. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحل في الرجوع إلى الله يا شيخ نايف. إلى كلام الله. الحل إذا تمسكنا بالقرآن. الله يخرجنا من الظلمات للنور. يا الله.